النهارده كارلوس كيروش قال كلام تحفيزي جدا في المؤتمر الصحفي قبل المباراه، قال كلام كعادته يعني شاطر قوي في المؤتمرات الصحفيه، شاطر. تعالوا نشوف كلام كارلوس كيروش قبل المباراه ونرجع نكمل كلام. لم نأتي للتعادل، نريد تحقيق الفوز أمام السنغال إيابا كما فعلناها ذهابا. امتلاء المدرجات بالجماهير السنغالية أمر لا يهمني، نحن منتخب مصر، المنتخب صاحب 7 ألقاب قارية، وهذا لم يأتي من فراغ. نحن المنتخب الأقوى في القارة السمراء، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الجماهير بالتأهل لكأس العالم. جاهزون للقاء، وطريقة اللعب تتحدد وفقا لرؤيتنا وليس وفقا للخصم. نحن لا يهمنا الخصم، نريد أن نكون الأفضل في المباراة. حصلنا على 46% من الاستحواذ على الكرة في المباريات الأخيرة، وفي كأس الأمم الأفريقية كان لدينا أكثر من 51%، ولكن كما قلت إذا أعطيتني هذا الفارق 5% من ذلك الوقت سأتمكن من خلق السحر داخل الملعب. نحن نحترم فريق السنغال، فريق رائع، مدرب رائع، لكن كما قلت It's a pity that the two best teams of Africa 3 months ago. لا يمكنهم الحصول على 100% من الوقت. إنه لأمر مؤسف أن أفضل فريقين في أفريقيا قبل 3 أشهر يحتاجان إلى اللعب ضد بعضهم البعض. إذا كنت أنا من وضع القواعد، فسأحكم وأقرر أن أفضل فريقين في كأس الأمم الأفريقية يجب أن يتأهل مباشرة إلى كأس العالم. Of African Cup of Nations, they should qualify directly to the World Cup. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمنا ونصعد ان شاء الله عشان نثبت لافريقيا كلها وللناس كلها ان احنا كنا الاحق بالبطوله، وان شاء الله يكون لنا تواجد مشرف في كاس العالم باذن الله نكسر بالدنيا. لقد فازت مصر في لقاء الذهاب، ما يهمنا الآن هو التركيز على مباراة الإياب. إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، مهمة للغاية بالنسبة لكرة القدم السنغالية. لدينا فرصة لصنع تاريخ أمام جماهيرنا في ملعبنا الجديد، لذا أعتقد أنه من المهم التركيز على ذلك. لدينا لاعبون رائعون، هدفهم الآن هو تمثيل بلادهم في أجمل المسابقات المونديال، والسنغال تريد المشاركة، كل اللاعبين يريدون المشاركة.